انك تكون شخصية عامة ومشهور وكمان ممثل، ده بيسمح لشائعات انها تتردد على لسانك وكمان تتدخل في حياتك الشخصية. هتتجوز محمد رمضان؟ لا لا لا، هتتجوز رجل اعمال خليجي؟ لا، هي احتمال ترجع لجوزها. دي كانت جزء من اشاعات طردت حالة شيحة بمجرد عودتها للفن وتراجعها عن قرار الاعتزال وكمان اعلان انفصالها عن جوزها. بعد كل القرارات اللي حالة خدتها دي، لقينا التركيز كله على حياتها الشخصية اكتر من فنها. وبصراحة حالة فاجئتنا كلنا ووقعت في حب حد تاني خالص، مش محمد رمضان ولا ساري خليجي، ولكنه الداعية الاسلامي معز مسعود. وطبعا وقتها ما جاش في دماغ ناس كتير غير ان جوازات معز السابقة كانت مصيرها الفشل السريع، واللي منها جوازه من شيري عادل واللي استمرت سنة واحدة بالظبط، وقبلها المرشدة السياحية بسنت نور الدين، ودي ما استمرتش الا بصراحة. وطبعا وقتها ما جاش في دماغ ناس كتير غير ان جوازات معز السابقة كان مصيرها الفشل السريع، واللي منها جوازه من شيري عادل واللي استمرت سنة واحدة بالظبط، وقبلها المرشدة السياحية بسنت نور الدين، ودي ما استمرتش الا شهور قليلة. بصراحة حالة تجاهلت تماما كل اللي اتقال وما خافتش من الكلام اللي اتكتب، بالعكس قررت تعلن عن حبها ده لكل الناس. هو في نفس الوقت اللي عمله معز مسعود لما ساب تعليق على حسابه على انستجرام قال فيه الحالة رحلتنا واحدة، ووقتها ردت عليه وكتبت نعم رحلتنا واحدة وانا فخورة انك كرستها ليا. قصة حب حالة ومعز بدأت من شهور قليلة، لكن السؤال ليه ما تجوزوش وقتها؟ الإجابة السليمة على السؤال ده هو انتظار حالة انتهاء عدتها، لأنها حصلت على الطلاق بشكل رسمي من جوزها الكندي يوم 4 أكتوبر، واللي تمت الإجراءات بالشهر العقاري من خلال محامي جوزها السابق. كتير كمان بيسأل عن موقف عيلة حالة شيحة من الجواز من معز مسعود، والحقيقة إن أختها هنا أكدت على دعمها الكامل ليها وقالت إنها سعيدة جداً إن أختها بتعيش قصة حب قوية. كمان انتشرت صور لحالة وولادها الأربعة مع معز، وهي كانت صورة مش واضحة قوي يعني، بس قدرت توصل فيها رسالة قد إيه هو هينجح إنه يكون جزء أساسي من عيلتها. كمان صور كتب الكتاب اللي احتلت مواقع التواصل الاجتماعي أكدت لينا قد إيه إخوات حالة ووالدتها ووالدها مبسوطين بوجوده في حياتها. الغريب بقى إن في إشاعات كتير جداً ظهرت وكله بيسأل هل حالة هتتحجب وتعتزل تاني بعد جوازها من معز مسعود؟ لكن بصراحة أختها هنا قررت إنها هتتدخل وترد. الغريب بقى إن في إشاعات كتير جدا ظهرت وكله بيسأل هل حالة هتتحجب وتعتزل تاني بعد جوازها من معز مسعود؟ لكن بصراحة أختها هنا قررت إنها تتدخل وترد على اللي اتقال، وأكدت إن مستحيل ده يحصل لأن معز بيفتخر بيها وبيدعم حالة، وكمان أكدت إن أختها مش بتقدم أي مشاهد مبتذلة أو خارجة.